يعني انا حاسه ان انت مش جاي مبسوط قوي، صح كده؟ اكيد طبعا. بعد مباراه امبارح كان عندنا امل كبير، بعد حتى البدايه اللي كانت موفقه لعيبه النادي كانت الاهلي، موفقه جدا بصراحه. والخوف الكبير جدا من لعيبه نادي الزمالك وادائهم الشوط الاولاني، كان في فرصه ان احنا نعمل شكل افضل، كان عندنا فرصه ان احنا نعمل نتيجه افضل، كنا عندنا فرصه ان احنا نحسم الدوري بدري، صح، لان مكسب امبارح كان هيدخلنا في موضوع تاني خالص وفي سكه طبعا تانيه خالص، هتفرق كبير جدا، فرق كبير جدا من عدد النقط بينك وبين نادي الزمالك. كل ده ما حصلش ليه يا كابتن في رايك؟ والله في عوامل كتيره طبعا، الثقه الزياده بعد اداء الشوط الاولاني وشكل اداء نادي الزمالك طمن لعيبه النادي الاهلي. أيوة. لعيبه خلاص حست ان هي ممكن تكسب في اي وقت، هي كسبانه 1-0 عادي، نادي الزمالك مش المنافس اللي باين ان هو هيخش المباراه ويقدر يجيب جون فيك، لانه كان بعيد تماما عن مرمى الشناوي الشوط الاولاني. دي النقطه الاولانيه. النقطه هم الثانيه عندهم دفاع ما كانش افضل شيء، واحنا داخلين عارفين ده، وعارفين ان هم بيلعبوا بناشئين يعني. غير الدفاع، غير الدفاع هم كمان هجوميا ما كانش لهم شكل هجومي، بيحاولوا هم يقفلوا طبعا صح، بيحاولوا هم يقفلوا، احنا اللي بيحاولوا كنا مستحوذين، بيحاولوا يقفلوا، بيحاولوا يبعد الفرص الناتجه للنادي الاهلي. حتى الهجمه المرتده بالنسبه لهم كانت ما لهاش شكل لغايه لما التغييرات اتعملت بتاعت فيريرا، وطبعا الشوط الثاني. انا مش بتكلم على تحديدا شيكابالا، الحقيقه قلب مجريات الامور اكيد تمام. طبعا خبره شيكابالا طبعا لعيب جيد جدا، مهارته عاليه جدا، زائد ان هو كده قائد لنادي الزمالك، قائد لفريق نادي الزمالك. نادي الزمالك كان الشوط الاولاني تحس ان هو ملوش قائد، الاصرار زاد عند لعيبه نادي الزمالك، ده عند نادي الزمالك. عند النادي الاهلي الموضوع اختلف بسبب حاجات تانية خالص، اجهاد معظم نجوم الفرقه زي حمدي فتحي واصابه حمدي فتحي، اللي انا شايفها نقطه مهمه جدا في اداء النادي الاهلي في مباريات كتيره، مش مباراه امس. حمدي فتحي من الناس اللي وجودهم مهم جدا في نص ملعب النادي الاهلي، اصابته تعمل لك مشكله كبيره جدا. بس احنا برضو لازم نقف عند النقطه دي، ان حمدي فتحي اصاباته كترت، مش سبب ان حمدي فتحي، لا بسبب ان هو تلاحم المباريات، منتخب ماتشات كتيره ما بيلحقش يكتمل شفائه اكيد. لكن نتكلم اجهاد حمدي فتحي، اجهاد علي معلول واصابته، اجهاد السوليه، احمد عبد القادر مش في حالته، صح. شايف ان قفشه بيقول انه قفشه، بس انا شايف ان قفشه افضل الناس، بس مش العادي مش بتاعه. العادي بتاعه طبعا، يعني لكن يعني انا شايف شفنا من قفشه امبارح قول 40% من قدراته وامكانياته، اكيد اكيد حتى طبعا ما وصلناش للنص. كان في ترجيع لورا، يعني انا برجع كره لورا مع قفشه برضو، يعني ما كانش بيطلع لقدام، ما اعرفش ناحيه المرمى، لو تصلح لي بس ده اللي انا شفته. نادي الزمالك طريقه لعبه كان عامل زون ديفنس، فقافل المساحات كتير، فبيحاول يديها الكوره من ورا عشان نادي الزمالك يكون عنده اندفاع هجومي، فالمساحات تبقى اكتر لعيبه النادي الاهلي. لكن لعيبه نادي الزمالك انا شايف الشوط الاولاني ما لهمش وجود خالص. الاهلي كان بيلعب الاهلي خساره بصراحة. خساره كبيره جدا انك انت ما تكسبش المباراه دي، خساره كبيره جدا ان انت ما تعملش حتى سكور. احنا مشكلتنا في مصر الناس ما بتيجي بتفتكر اخر نص ساعه من المباراه او اخر 3 4 مباريات من الموسم، فيحسسك ان نادي الزمالك هو الافضل. لا، لو تفكر في المباراه عامه كلها اجماليا، لا، النادي الاهلي لعب شوط هو كان الافضل، ونادي الزمالك يعتبر هو الافضل شوط التاني. لكن انا اقول لك على نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي لما حس ان النتيجه وصلت 2-1 شوف الاصرار والروح، عوضها على طول. بس انت لو الثلاث دقايق دول لعبت بيهم الشوط التاني والاسرار ده، الموضوع كان المباراه كانت رايحه في حته تانية خالص. ما تلعبش بيهم ليه من اول الشوط الاول اساسا؟ وش بقى التاني؟ ليه دي بدايتنا ونستمر على هذا الامر؟ يعني احنا لو سجلنا، طالما ربنا كرمنا وسجلنا هدف مبكر، ليه بقى ودي قافه عندنا في كره القدم المصريه؟ مش بتكلم على الاهلي، بتكلم في المطلق حتى على صعيد المنتخب، نجيب جول نرقد بقى عليه النتيجه فترة. النتيجه هي اللي بتاثر على اداء اللاعب، يفضل يشد حلو النتيجه 0-0، يقرص لغايه ما يدرس على نفسه لغايه ما يقدر يجيب جون، تحس ان الدنيا هديت شويه، انا خلاص انا كسبان، والفرقه الثانيه اللي خسرانه تلاقيهم هم اللي دايسين عايزين يوصلوا للتعادل، واول ما يتعادل تحس تشوف بقى الدوافع ومين اللي عايز يكسب المباراه. لكن انا شايف ان المباراه فيها حاجات كتيره، المباراه راحت وجت، وفي شغل للمدربين، كل واحد عنده فكر، كل واحد عايز يوصل المباراه بشكل معين، النتيجه هو عايزها معينه.
لكن عايز برضو اشيد بدور سامي كابتن قمصان والدور اللي عمله والفتره القصيره دي من ساعه ما مسك الفرقه. طبعا مش عايزين نقصوا على كابتن سامي، لا كابتن سامي مدير فني واعد واعد وعامل شغل كويس جدا. اي انتقادات على فكره ايه، ما كانش كابتن سامي عرضه لاي انتقادات من اي طرف. عايزين انا دلوقتي بنطق دلوقتي بتكلم ان هو كابتن سامي من المدربين الكبار اللي استفاد كبير جدا الفتره اللي فاتت من المدربين الفنيين اللي اشتغل معاهم. خد الفرصه واتمنى ان الفرصه تطول معاه شويه ويشتغل المباراه اللي جايه، هنلاقي شكل تاني خالص.